بألاف الجنود ومئات الطائرات يجري الناتو بدءا من اليوم في سماء ألمانيا أكبر مناورة جوية في تاريخه. الهدف واضح، رسالة مواجهة لبوتين تؤكد قوة الحلف وروحه، بحسب تصريحات للسفيرة الأمريكية في ألمانيا. مناورات اير ديفندر 23 ستتواصل على مدى 10 أيام، من 12 يونيو الجاري وحتى 23 منه، بمشاركة 25 دولة من الناتو وحلفائه. هذه المناورات تقودها ألمانيا، وقد وضع تصورها عام 2018 بموجب المادة 5 من ميثاق الناتو في خضم تداعيات ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. يشارك في التدريبات نحو 10,000 جندي و 250 طائرة حربية من 23 نوعا مختلفا. القوات الجوية الأمريكية وحدها ستشارك ب 100 طائرة و 2600 جندي من 42 ولاية. وأكد مدير الحرس الجوي الوطني الأمريكي أن مهام حلف الناتو تمر بمنعطف في ظل التغير الكبير في المشهد الاستراتيجي في العالم وخصوصا في أوروبا. الطائرات 250 المشاركة ستتمركز في 6 قواعد عسكرية في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث سيتدرب المشاركون على حالات الأزمات في 3 مجالات جوية فوق ألمانيا: شمالية البلاد في بحر الشمال، وفي شرقها وجنوبها، على أن تغلق هذه المناطق بالتناوب أمام الطائرات المدنية كل يوم عدة ساعات. وتهدف المناورات بقيادة سلاح الجو الألماني إلى إظهار قدرة حلف الناتو على الانتشار السريع والفاعل أمام أي تهديد. فالحلف يمتلك ما يقارب 6 ملايين عسكري مقارنة بأكثر من 1,300,000 عسكري في الجيش الروسي. وتفوق القدرات العسكرية الجماعية لدول حلف الناتو عدد ما تمتلكه روسيا من حيث القطع العسكرية الجوية، إذ يمتلك الحلف 20,633 طائرة عسكرية بمختلف أنواعها، بينما تمتلك روسيا نحو 4,182 طائرة حربية. ومع ذلك فإن المركبات القتالية البرية الروسية أكثر قدرة على المنافسة مع 12,566 دبابة مقارنة بالحلف الذي يمتلك 12,408 دبابات. إذن للنقاش ينضم إلينا من برلين دانيال ديلن بومر، الخبير في الشؤون الأوروبية. سيد دانيال، مرحبا بك معنا. يعني ما الرسالة برأيك التي يواجهها الناتو بهذه المناورات، لا سيما وأن مناورات بهذا الحجم وبهذه المشاركة لا تحدث بشكل روتيني وتفتح الباب ربما أمام سيناريوهات عديدة في تعامل الناتو مع هذه الحرب في أوكرانيا؟ أظن أن هناك 3 رسائل أساسية على المستوى الاستراتيجي يحاول إرسالها روسيا. أولا الرسالة العامة، وهي
كما قيل من قبل سفير الأمريكي إلى ألمانيا، كما قيل في التقرير، هو إظهار أن الناتو لديه الإمكانية للردع وردع هذه القوات التي قد تهجم على أراضي الناتو، وهناك قدرة لنشر هذه القوات بسرعة. فهذا جزء كبير من هذا التمرين، وهذا قد بدأ منذ أيام أو أسابيع عندما وصلت هذه المعدات التي يتم استخدامها في هذا التدريب. وبالطبع هذه العملية كانت سريعة جدا وفعالة. والرسالة الثانية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخلى عن أوروبا، فنحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أيضا التركيز على آسيا أكثر منذ إدارة أوباما، وهذا أمر استراتيجي. ولكن هذا التمرين أيضا يظهر إلى روسيا أن هذا الأمر لا يعني أنه بسبب هذا التركيز على آسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخلى عن أوروبا، فالولايات المتحدة الأمريكية تظهر أنها شريك أساسي لأوروبا. والرسالة الثالثة هي أن ألمانيا أيضا مستعدة لتولي هذه المسؤولية كالقوة العسكرية المركزية في الدول الأوروبية. وبالطبع هناك سبب لتنسيق ألمانيا لهذا التدريب، ونحن نعلم أن ألمانيا كانت دولة عملاقة على المستوى الاقتصادي، والآن تظهر قوتها العسكرية وقدرتها على التنسيق في هذه التدريبات. نعم، أشرت إلى الموقف الأمريكي تجاه أوروبا. مهام حلف شمال الأطلسي عند منعطف في ظل التغير الكبير في المشهد الاستراتيجي في العالم وخصوصا في أوروبا، تقول أحدى التصريحات أيضا. ما الذي يمكن أن يتغير في استراتيجية حلف الناتو وفي فلسفته أيضا، لا سيما بعد هذه الحرب في أوكرانيا؟ أظن أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها لا تتخلى عن أوروبا، ولكن أعضاء الناتو فهموا أنهم أيضا بحاجة إلى بذل جهود إضافية للدفاع عن أوروبا. ولهذا السبب بدأت هذه الدول أيضا مثل ألمانيا تظهر قوتها وقدراتها. ولكن يجب أن نكون واضحين، فهذه الحروب وهذه التدريبات مثل هذه التدريبات ليست فقط مخصصة كإشارة، بل هي أيضا لديها أهداف عملية. فإذا كان هناك أسلحة مكلفة لم يتم استخدامها من قبل، بالطبع هي سوف تكون غير مفيدة. ففي وقت الحرب الباردة كان هناك تدريبات مماثلة في كل عام في ألمانيا، ومرت عقود على حصول هذا الأمر، والآن الجيش يتدرب مجددا، وأوروبا تعلم أنها يجب أن تكون جاهزة، ولكن أيضا تحاول إظهار أن هذا موقف دفاعي فقط، وسوف تكون الطائرات فوق أراضي الناتو وليس خارج هذه الحدود. ولكن هذا ممكن قانونيا، فأوروبا تظهر أنها مستعدة وأيضا لا تستفز روسيا في الوقت نفسه. شكرا جزيلا لك من برلين دانيال ديلن بومر، الخبير في الشؤون الأوروبية.